يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا سيون الفرح ذم قرحان، يون الشوق ذم قرحان، إسلان سراجون يوث المناسبة إقا عزيز المرة أكو ذقولة ونقنسي من وثقيد المناسبة للمولد في محمد صلى الله عليه وسلم. المولد سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أيث مثلا إن كل يوم ذا شون الصفاء سيسي شوية، ولكن نكون قد نفك يونس قسي كان أمخ إنفهم أمشي أنا نفهم المناسبة يجينا الذكرى من المولد النبوي الشريف. ذا شون المقصد إيسان، ذا شون الفايدة أرد نجفد قس، ذا شون في سنسراجون. أيث مثلا المولد في محمد صلى الله عليه وسلم ذو المولد البشرية مرة السنين عديوين دوني كامل درون العيفة دوني كامل درون لومانيتي. أيث مثلا السنين درون العلم، السنين درون صرف جان، السنين درون الأخلاق. المولد في محمد صلى الله عليه وسلم إذ نساث إدي السفغان الدواجين إدي السفغان العيفة دي الطيام غير ثفاث إدي السفغان العيفة دي الجهل غير العلم. لو كان أنا خزار مكنت عايش الغاشين وقفي الإسلام أنا في عايش يوث الميزيريا يوث الهمجية تبركات أم الوحوش الغذاء أتشميوت شن القوي غذي يتش الضعيف شن الجفاث شن كو أين يتحر من خد من حشد قوينيك حرم سيدي ربي تعايش قوينيك حرم سيدي ربي والسنة للقيمة العفد دشوث يونو السنة للحديث يونو السنة للحوريين سند تشفكا وينك زمرني ويضي تشيث أكان يتعايش نزيكني أيث مثلا أت وين يزمرني ويضا ذي تعدي فلاس ذي تعدي فلاس سكرين القرثة في الحوايج جون سعران أزاي أتشم سنغان قوة رسلنا في الحوايج جون سعران أزاي ثلام يون يوث الحرب مقر الحرب البسوس ثقين أشحر ثقيم ثقيم ثياثين سنة في الحجة جون سعران أزاي يون الحرب مقر الداحس والغبراء ثقيم 40 سنة سين مدن ألا تمي زوار نسعوذي ون سباق الخيل يون زوار بيض ميحسد نذقو غرسن ميطفن ومبعد سيث كث سيث كث ثكر القرى 40 سنة وثنسرة إش قاعد سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أن فيسو شفي حصل الله عليه وسلم بشا ذي فكر البريقين في البشرية إسكند أمكاري يعيش ومذان ذمذان أمكاري يعيش الإنسان ذي الإنسان يشوف غثيد من بهيمية الإنسان إلى إنسانية الإنسان إسكنسي العبد أمك أريصون غف شخصية ينس أريصون غف ثيروك زينس أمكاري يعيش حر أمكاري يسين الحق الغير نس. الإسلام يقول يغذي شون يغذي يقول يغذي يغذي أن وحد سيدي ربي أن وخرف فينك نغيس عايش الجاهلية نزيك من الأصنام تعيش ألعب نظره يخدم سيفة السنسن عبدنا صغار ينجر سيفة السنسن يكسر سيدي ربي ذي بيان والساق مازال الساق لا تعيش الغاشي ثمسل تقيا ويعبد سيفو ناسين ويعبد غرذين ويعبد يبحار ويعبد تيمس ويعبد إغنيا من كل يوم ذا شيء يعبد. ولكن الحمد ربي غدا نشكر إرزق سيدي ربي نس الإسلام يميغد أم كان وحد سيدي ربي غدا لا إله إلا الله أصلا ركع كان سيدي ربي نتسوح ذو جزء نخدم على غشريك ويسكن غد أمك أرانيسين الحقوق قوثمة النغ ذي قموية النغ ذي مزورة غل جيل النغ غل عيفة ذن سن غل عيفة ذن سن من كل يوني سعى يحقيش وكشيني سعى يحقيش إذن أفضل الدفوك الحوريينك إذن ذن الحوريين الغير نظن إذن وقين أيث مثل إذا كان إذا الإسلام إذا كان النعمة غدي فكاس إذا ربي جو غدي فكان وخلق سبحانه وتعالى يقرد جوايس عزيز لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا من أنفسهم من أنفسهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إذا ذهنا غدي كسن فيه ذي عباد ذي كسن فيه باش أنت مسفهم يدش ولكن ماشي صغور سيدي هدر صغور سيدي ربي غدي تروحوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا ندي قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إززدق ويون العباد يكسدك يبين إلى أنك تزدخل يريسن العلم يريسن الحكمة يريسن التوحيد الخالق الواحد الأحد ويسكنسن أم كان عايشن ديز ديانا أم كان عايشن الشخصيات سندي دونيث كجنة مثلا
باش انظر باللي ايجادني يقارن باللي يقارن باللي الاسلام اسوانشر العنف اسوانشر السيف سويغنسي اسيغي حادي دونيث سكدفن السينار الاسلام ذا شوث. لا اولا مزوارون ينزل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى غفر الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن أول مزورون الدين زيان غفر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه صغار القرايا أكذو كريون في دينزل إسي دينزل، ولكن دينزل رسوين النظر الإسلام بريء كل البراءة أفين يفغن غف اقرأ يقن عقيقة بريء كل البراءة أفين يفغن غف اقرأ كان باش انظر الاسلام ذا زدقاني قدي هنا غير دوني ثيث مثلا ذاكين فين سيدي ربي وشفيح سبحانه وتعالى قرص دي وشفيح نفين صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين انيش قاكد ذا الرحمه للعالمين انيش تستيم ذي فكاكد دي الخلق ومره اما ذا العبد اما ذا الجن اما ذا التجره اما ذا الحيوان اما ذا الجماد فكاكد مره ذا الرحمه الخلق كامل كان انظر باللي نفي محمد صلى الله عليه وسلم يفكي أغتيد سيدة ربي ذا الرحمة والرحمة يقين يزدي فكي يقول قوشي يثلا قوشي يغتيد يفكي ذا شون يأتيد انطف غير نفين غوش فيه عزيز صلى الله عليه وسلم يقول يغتيد بمكارم الأخلاق خطر يفكي يسيد أينو دي فكران الغير نظن إنيس وإنك لعلى خلق عظيم إنيس فكي غد الأخلاق ما دي نظر الأخلاق تصرف قال عاود تشيدت الصفات الهان الأعمال العايين ويخدنا لغاين ندير حاشا يحل سيد ربي يخدم أكو ذي الفعالي سمرا أكو يسعى الأخلاق العالية الصفات يحب سيد ربي أين يحرم سيد ربي وين في دينها من رد تسعى لفافيش لوقيك سعى الأخلاق الحسنة ونفين وشبيح صلى الله عليه وسلم إني سيد وإنك لعلى خلق عظيم ما دين خلق عظيم المعنين العظمة يسعى الصرف كان جديف كان الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات يلهان دو الأخلاق جديف كان يعظم يتبس العظمين خطر العبد الضعيف مرديني شيء عظيم مرديني عظيم خطر العقل البشري محدود الديني مقارثي حاجة مقارثي مجنين مقارثي بحار مقارثي ذرار عندي صوت العقل البشري باش يظهر الحاجة مقارن ولكن فما بالك ما الدين سيدر بشيء عظيم تعظمي تصل عظمين خطر نسان الجسم ونس عزيز العظيم إذن الأخلاق جدي في كان في صلى الله عليه وسلم يعظمي تصل عظمين المعنين سبليا وثتدي في كرن إلى عبد الله نقفيش وثتدي في كرن إلى عبد الله نمبعديش كان ذيك سيكي غدي قوين يغدي قوسي دربي يغدي في كاسي دربي سبحانه وتعالى غير في جوج فيحي غير الرحمن ذاك اذن سان ديننا ان شاء الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ان ديش قايد سيدي ربي باش ربي غ الامين باش اسكن الصفات الهان ونصرف باش ربي غ الامين باش انظر المعنى غير وين ديننا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وين ديننا النبي صلى الله عليه وسلم خاطر ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدي ربي استديننا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انظر باللي الرحمن يزدي في كانت ندخل المكارم الأخلاق ذخين صرف جان العبد نصور بالغ ذي عبد ماشي ذي عبد ماشي ذي عبد ذي مثل العبد ماشي ذي الخليقة ينس ذي رد الإنسان ماشي ذي خليقة ينس الصفة ينس نغذ الجسي ينس أثي جعل عند الإنسان الصرف جان ساثي جعل عند الإنسان ولكن ماذا قلت قصد الصرف جان قصد الأخلاقية عبد النية يغاد البهيمة خاص ماشي الصورة ينس ذي الإنسان ذي الأخلاق ينس ذي الإنسان العبد نصور بالغ ذي البهيمة وتنحسب على ذي الإنسان كان يث مثل إذن الرحمن ذكوش يغتدي خدم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يغتدي إند ثقيا إند ذخين المكارم الأخلاق والمعنين اسمها دنين المولد النبوي الشريف المولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدنين المولد المكارم الأخلاق شوي قيس نجمال نفهم المولد النبوي الشريف ماشي ذا قرفوز أنكاث نغان تغنين نخدمك أي نخدمن العويد مرة ولكن نصرى هذا شو مقال المولد النبوي الشريف ولكن كوني ما أدنين المولد النبوي الشريف أثن فهم بلي هذا المولد من مكارم الأخلاق المعنى ذا جدد أنجدد العهد إقراغ سيدي ربي إقراغ النبي صلى الله عليه وسلم أدن كص فثي الهان باش نرقعي منه نرقعي منه أقلغ نغرق لمي ذا قروي إذ يكتب إذ يخدع شكر ذا ذكر الوالدين نغجيرا نقول هذه لنينسن السوق حاج جيمين لحان دي يكتب الخدع ولش لشو وتنخدم مرة مرة غاس نخدم ديننا ولكن نخدم ثتي مرة ودزبيري ولش العب ذلك جمان هذا ذي نكرسية هذه نكرسية حشق هذا يرحم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كان يث مثلا إذن ما بنينا ذكرى للمولد النبوي الشريف المناسبة يجي ثم الحد إذا قد نعقب لهم تصرف جان أنا نعود تصرف جان إيمان نغود نكس صفات ديني ذينا أكتر
القاع ولا عصرنا ذا نشتاقوك غوصن الأزمة لا كريزي نتعيش ذي العصرنا لا كريزي الأخلاق الأزمة الأخلاق ماشي ذي العلم يخصنا وخصنا معظم الغاشي فغندوك ذي الجامعة ساعنا مرة الشهادات ساعنا كل الدبلوم من كل العبدة تفير البيرو تفضي ساعة الدبلوم من الجامعة ولكن أشي ما تخرض أشي ما تخضع أشي ما تشضي لنا ومغفول أشي ما تكصديون دوني ساعة الحق استكذون ساعة الحق أشي ما تشضي لنا إلى المسكين إلى الوجين أشي ما أذر ذا الجارينك أشي ما تشض أيلام أي نفس يصدرين ودحل درستي ذيك خطر أشي من خطر ثغريض مثفهم ذرا لو كان يثفهم ذلت في الدغة لحديك ندفك لحد الحرية نكث ذا الحرية الغير نظام أتشضين دقوات ستيذينك وتسنر ذرا أين ودحل ذرا أين وليكي كثيفار ربي ذي الحلال باش هذا تويض ويلقى هذا تويض كان يثمثل إذن داشا خصا خصا يفهم يفهم يقلس يتشكذي الأخلاق دي مكارم الأخلاق أجمير العبد الذي ينكر الذي ينكر نشتقين أيضا مثلا سبحان الله سبحان الله كان أيضا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد إنما أنا الرحمة المهداة إن أدن كنين ذا رحمان يديف كان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولش العبد مريل ويفيه مالا هذا شو ما قال المولد النبوي الشريف وذي فيه مالا اسمه كارم الأخلاق وذي سفيدة يرس المناسبة أتعدي كان ما كنت عديت الذكريات النظام ولكن وذي سفيدة يرس وسيدي ربي يمرض بلي أنفرح شو نشتاقين سلمونا سيبقين النبي صلى الله عليه وسلم أخطر ذا الرحمن يغدي قوي قوي يغدي صرف يقرد بقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعه المشرك يفرح يس ويسفيد ديس المشرك أبو لهب ذا عميش النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أسمي غيدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فروح الجاريينس أبو لهب سنيث مرة سيصلى نار ذات لهب جهنم مثيل شن خطر يمجد المشرك إذن اسمي غيدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فروح خدمتي الجاريينس يما كان ثويبة الإسلامية فروح الغورس ثنيس أثن يرنا وقشيش غير جماش يقول ميس نجماش أمشي يخدم ثم تظنين يدم دي دريم ندير جيفيس ناس ثرقيك محور في الليل وكن دير فرحنا غيك فرحكني ناس اذي في كيسي دريم ناس اقراك محور في الليل اقراك من الليبر ويسر حس تروح يقارد الرسول صلى الله عليه وسلم ان الدورقة ابو لهب ان تسيد ربي غير تخفف لس العذاب من كل الاثنين الفرحنا غيك فرح يسي غاش ميدرولو كان غير مثل سيد ربي وشفيح سبحانه وتعالى دي قرق ويس عزيز ومدي تخطب وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم سيقار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذا جين لن أسلوب أي مقرن ذي النحو أسلوب الحصر والقصر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولش كان الحج لأن في ذي شقع مرة أكو حشر رحمن في ذي ذا الرحمة انت سي مانيش ذا الرحمة للعالمين كا شو ذا شو الرحمة يجي تصرف جام مكارم الأخلاق يغدي قوي وش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم مكدينا إند إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إند إن سيقومر سيدي ربي الأنبياء إند يمر المؤمنين أكني ديفك سيدي ربي ذا الرحمن يعيفاذ إند كنافي مكون وين ذا الرحمن يعيفاذ مكون وين وثمات النون أتشيري من ذا الرحمن ينوء الوالديني أتشيري ذا الرحمن الجيراني أتشيري ذا الرحمن ذي الشران ذي تعيش أتشيري ذا الرحمن ذي العيفة السلطان ذي العيفة ذو السندرة أهل طران تمنين كده غاشا كوين أهل طران السوى لك ذي الغاشي تحويجينك أهل طران ثم غضغر ومغفون تفكذا سيحقيس أهل طران إلا وقت دي السوين إلا تظري أمغفون ينضر في هذا غورس أثروح ذا رومغفون دقيض ثنيضا شيء أثقل الغور كل سواد أتشي لد الرحمن للعالمين أخطر ماذا قلنا ونعسر من نغذي المعاملة نغيك رغذي لخلق سيدي ربي ونعسر من نغيك رغذي وثمثل نغي عباد ورغين في عالة الدين نغوغين في عالة الدين المعاملة إدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم راس انتظر لا انتصوزو من تزكي انتحجو ولكن ماذا قلوا ثقع الطرد الوالديني وثقع الطرد الجيراني وثقع الطرد العبادة السلطة العبادة السندرة أن دي إلا الدين يتخذ مض أم شاك يقفي سيدي ربي أين العبادة إلا الكاركيدس أين إلا الكاركيدس سيدي ربي تزالي زكاة الصوم ذي الحج أغذي قفل سيدي ربي سوين لا نكاركيدس وثمثل نغي عباد ما نخدمي خير نخدم سن الحسان مرة أكو نقرز قراض وثمثل نغي عباد سيدي ربي يقفلين إلا نكاركيدس ولكن ماذا قلنا نغا تزكارثي نغاري وثمثل نغ أما ذي الوالدين نغ ذي الجيران نغ ذي العباد النظام نسيت النغوث نسيلرا أن داغت شاغت خدمت الزالي النغ أن كاغت سيدي قفي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كان يثمثل إذن أنا عقيب اللي سيدي ربي غادي قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وإذا رحمن رحمتن سيدي ربي رحمت وذي لن دي قاعة كل دي يرحم وني لن دي جيني كان يثمثل
النبي وشبيح صلى الله عليه وسلم يقول يغد مكارم الأخلاق، يقول يغد الصفة الهان، يقول يغد الصفة نصرف جان. أي يهودي أوذي يموت فعدد الجنز الزثس الزث الزث الرسول صلى الله عليه وسلم كل الصحابة الكرام يكرس وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم يفدي الجنازة نيو ينتقد يونو صحابين ينسي رسول الله وقام يذكر ذاك ذو ذي. ولكن دا شي سينا خير الخلق سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. إنس أليست نفسا؟ إنس ماشي ذي عفداني وهنا نعم يا رسول الله ذي عبد يختار ذي روح جهنم ما ذي روح جهنم ولكن ذي عبد ويكرس الرسول صلى الله عليه وسلم وذي لند الجاري نسيه يكي تزور في النبي صلى الله عليه وسلم أذي روح غير غرس وثي دي يدعو غير الإسلام ويتهنى لغير ميذ اسمين دي يكشم الجاري شو ذي يكشم دغ الإسلام يشهد لا إله إن الله محمد رسول الله ويفقد غير فري الناس. الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحمد لله يا ربك شي ثي دين قذن ثي دين قذن ذي جهنم أغطر يشهد لا إله إن الله محمد رسول الله. أيث مثلنا صحابي جليل أبو مسعود البدري رحمه رضي الله عنه وأرضاه أبو مسعود البدري الأنصاري إكثا كان العبدين الإسكلاف الإسكلاف ذي الوقت ما زالوا يتوكسرا يتوكسرا الإسلامي تيكسني صودر من يكفوك الإسكلافاج العبد غير العبد العبود ديان العبد العبد يتوكس في غير العبود ديان سيدي ربي وحده لا إله إلا هو وحده لا شريك له. أبو مسعود البدري وكان يسعى يون العبد يسعى الإسكلاف العبد غير غرس من بعد شنو يغارثي ودا يمرض من بعد يخسر راس الحاجه اللي يخدم ماكن يكرد يقول مذكر فاش يبدا لثيكاث اي بدا في الجليد ويكرد يمانيس ارمي يقفد الرسول صلى الله عليه وسلم غير واروريس ارد فيرس انيس يا ابا مسعود انيس ان الله قادر عليك اكثر مما كنت قادر على هذا. انيس يا ابا مسعود انيس ازمرك سيدي ربي اكثر وك نس الزمر دي وك الله ثكتك ازمرك سيدي ربي اكثر يغريش وينك نسي كذا كنشوفو سيس يقيد انيس يا رسول الله انيس قيس محغس انيس عفيغس انيس سرحغس هذه روح تغزد عثقث يا رسول الله افكي سيدي لمن الناس روح تروح الناس لو كانوا تخدم دارنا كان أما كان دات فقط مسلتي أكان أيث مثلا الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم يقول يغدا نسعو الرحمن مرة في كلش يفثي دا كان يون قناس الأقرع بن حابس التميمي يفد الرسول صلى الله عليه وسلم كفوسي سكي الطفل حسن بن الحسين أثني السودون من بعد الناس ورقازة كان يقول الأقرع بن حابس التميمي الناس يا رسول الله الناس عنهم السودون يقول أتقبلون صبيانكم الناس نعم نكون السودون يقول دانو الناس نكون سايغ عشرة ورقو العمر السودون يون ديشن ذا شو مسينا وش في حن فيه صلى الله عليه وسلم إنيس ذا شو مالك خذ ما مالك ليك سكر ربنا الرحمة قويك ذا شرك خذ ما مالك سكر ربنا الرحمة قويك من لا يرحم لا يرحم ونون رحمة لنغثر رحمة رسيد ربي إذ وقع إذ وش في حن فيه صلى الله عليه وسلم أكان يتمثل ما إلا الإنسان يسعى ويس ضزر مثل القسح ونستقار المعنى ذا مغفون ونستقار المعنى ذا موضين ونستقار المعنى ذا ونسارا ونستقار المعنى ذا قويني ضرورا ذا قوينا ليس عقض ونستقار أمكر يرجو الرحمن رشيد ربي الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مرحمة وذي الذي يقع رشيد ربي أكون ذي يرحم ذي قنيا الرحمن أتسع الرحمن أف الوالدين ذي مجولة ذي لعفة دوني ثغال صعود الرحمن تصعود ذي الوالدين سيدي ربي وش في حد يقر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يقضى سيدي ربي ذي الأمر نس أتسع ذات سيدي ربي واحد شو استخدم ضار شريك سنة الحويج السمية مريس السمية سيدي ربي سنة الحويج معناه يقرني وثغرت أيضا كنيت ساعة زي يقرني ناس أتعرف ذات سيدي ربي وتخدم ضار أستخدم ضار شريك وأتخم ذي إحسان الوالدين أتخم ذي إحسان الوالدين أخطر السبب مزوره في الديوض أني وانت السبب مزوره السيد ربي السبب مزوره أنت سيد المسبب أنت سكي دقيقة ولكن سبتي سنة دفافك ذيمك إذن أكثر عبد السيد ربي واستخدم ضار الشريك واتخمض الحسن الوالدينك إن أحد يون غير الرسول صلى الله عليه وسلم إفكي الإذن الدوغة الجهاد خطر استقصاد شو العمل وكي يحمي سيد ربي نسى الجهاد في سبيل الله يروح الغرس إني سيد جذر حد جهده أكني إسينا يضرب لي حشان تسانيس عن الوالدينيس عند واحد سكان أكذ بس ديماس إنيس تجذن إبويانيك إنيسي إنيس روح ذيك سنقات جهده خذ مس يحسن الوالدينيك يعتبر الجهاد في سبيل الله روح الجهد ذي الوالدينيك أتصعود الرحمن في الجيرانيك خزاكا كان مقرب خطر ماذا عنك الوالدينيك واكد قرآن دعاء نينك يونك تذكسر الدعاء نك أكذعونك ماذا قلت إذا عيك الجارينك أندري أند غرض ماذا قلت الزورك أكديس جيك لك ذي الجنة الجارينك أي خطر عادي قلعة خميسة ذي روح
كشيني غاد تغيفط تغيفط الدريا تغيفط الجهاد تغيفط الدريما تغيفط القوة تغيفط أسكر الدنيا ديالو ديزن في سرع أقلك أقلك كرث خدم الدلعيبة دعار ورسق قاري قاري صرحو خطر السفر إلى ذيني كيا الجار الرسول صلى الله عليه وسلم غادي قال لا يزال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه ما زال جبريل يدس وصينا في الجار إند أرمي جار غثير ذو الورثة أغرض خطر إذن سان إخي في كل حال مرة أكون بعد الوالدين يمكن بعد خامس ذل جارني إخي في كني جاروكا ولو جار الجارك ذل جارك غص ما ذي لان إيجور إكان خطر شمي أنا خطر مني جن الوج مني جن دي الوج بسيجارس ذل جارس وخدمات دينيس العلاقة الاجتماعية مرة أكون بشذي لأن المجتمع مسلم وإيماني يفدون ذي سين ذي الجيران ما ذي قلت خذ ما ذي مجهودي كم كاث جارز ذل جارينك خذم أخذ من مجهودي خطر أدينا ذي ضرية أدينا ذي يوذية لا يموت ذي مثل تسمه من كل يوم ذي قفي فعين أشي مس تخثير ضرية الجنة كشيني تخثير الجنة وينك سفرني الجاري إلى ذا الجاري شي حمية ضربية ماشي كان ذي ذو متسادو ذار ولكن سفرني الجاري إلى ذي نس أنا يوم أدي فكسي ذا ربي ذي الخير ذي سين الجيران ذويني سفرني إلى ذا قوي سبحان الله أكيد إذن ماذا قل عذية ماذا قل كل يوم يعذل ذي الجيرانيس ذي الجاريس الدفاع المجتمع مرة عادين جو قرشين دوقين غير المجتمع المسلم دوقين غير المجتمع الإيماني كان يتمثل أدي سعون العبد أدي يخدم العبد المجهود مكان أمش أثرون جارك ذو الجاري أثرون جارك وش قالك في هودي جامد لا تجزت هودي تهودي ثقيا أي قطع قيد بليم ما يخدم مكسيد ربين غيشن يونج ملاذك في كسور سقوى ذلك صغيوي ولكن ماذا قلت لك شيني ثقارت سيدر داخل الخطر يكسني هذا الكلام واسقار غاري ونسمحي تجعل ذا سخمضي اسمي مانيك والله الذي لا إله غيره أرش حالي اقجططين باش تسعوني اسم أفيد حل نسي فاسنسين محلا دولا مثقال ذرة أنشكو ذا عمل كثن مكاد حل نسم أتصبون في أسفل السافلين خطر وهي خذيما ربي اسمه ذي المحل ذا تسعود اسمي كتسعود سيدر بمو تسعود على سلقوي تجي سواء تجي أيت مثلا سرس الأحمريين غير الجيران إكسيرين المجتمع المسلم الرحمن أدي سعو الرحمن جميعا خطر المجتمع المسلم ده شغل يقول في صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق دائما ندني جريما أرويجين باللي ما أدني إن المولد النبوي الشريف وثيدني جرنا بليد الحفلة كان كث أن تغني أن تعجب ولكن ماشي ذا اشتقين إذا المولد النبوي الشريف خاص نخدميه ذل فرح ذل فرح ذم قرآن يجور النذين صلى الله عليه وسلم ولكن أدني إذا المولد إن المكارم الأخلاق مولد أثيد نفسر المولد النبوي الشريف بليد المولد من المكارم الأخلاق المولد نصرف جان المولد العلم المولد الثقافة المولد قوين مرة أكو أريرني عبد ذي عبد أدي سين العبد مانيش بليد عبد أدي زار الحرية نسن ذات شفكة أدي زار الحقوق الغير نسن مرة أكو كما يتمثل إذن دشون يزرع الإسلام ذي المجتمع يزرع الرحمة يزرع ثقمات يزرع ثذوكية كما يتمثل سبحان الله الرسول شفيع صلى الله عليه وسلم إنك يعيف ذيو يعيف ذي ما تكسدسنا أخشي وقبريد باش هذا الدين وتكسدسنا وغور وريغ الله ريون ديكسنا أكراقك الصدقة إما تطول الأذى عن الطريق صدقة ما دفضى زور وقبريد تكسد وإذا أكنوث أشحال يون ذي إزماكين يون وسعر غزي نصر غي عبد ذيث مثل فعدت كاروستك القبريد يون وزور ذا مشطوع فعفسي فرود ثوثيث في حقي الذقي وتفكرك الشمس إزدي قيمة وتفكرك ذي الدنيا ثمرة غاكو أش حالي قوث ذي الكومان في شمال داخل المخيس خذ الله فرص لي شيء ذروحاكن ميسفرك شيني غزروني لو كانت تكسر سوفوزيك أشعر أجر السعيد إماطة الأذى عن الطريق صدقة ما تكس دزروني ذقفريد ما تكس دفورك ذقفريد يقطع عقد بلقى لك صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم إن تزرغ إلى أرجز إن دايت تقليف ذا أيت نقيف ذا خيل الجنة ذا شو يخدم ماشي ذا الجوا مع الدنيا ثق يقفنا نغيس دقينو صدقنا رأي الغير نظن يفدى فورك انتجرا يقرع الجنة الغشي ذقفريد وراح يكسي ثيارات ذي الطرف يسهل سنا فريد إن دفع أيت نقيف ذي الجنة أكان يث مثل إماطة الأذى عن الطريق صدقة سبحان الله كان يتمثل الرسول شفيع صلى الله عليه وسلم أدي قار لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويتسمى لا يون دقون حاشا ماذا قال لنا حمل الغير سينك حمل يمنيش إيا قناع فيك أمتي الرسول صلى الله عليه وسلم أدي قار أمتي وفغير يون دي الأمين أذيكشم جهنم ما يزر الكفار وتكشم لا للإسلام نغل المشركين وتكشم لا للإسلام زرنا فريد يثنقين دفريد وخصار يثنقين يتقلق زدخري يتخيق زدخري سيدي ربي سبحانه وتعالى أثدي تونيس أصدقار لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين فغضة النظيمة نيكا خطو بدك شملارغ الإسلام رومينا ريسك إن إسلام فإنما عليك البلاغ فقط إنما الرسول ده شو فما على الرسول إلا البلاغ
إن إيشكشين السؤال كان الرسالة غيدا يدقدق فيها بعد الشغل نكيني كلش سبحان الله كان يثمثان إنسيم أنا ويد إنسيم ماشي ودينا ذو وين يتظلنا ذو وين يتصومنا ذو وين يتزكينا ذو وين يتحجون ذو وين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم إنسيم ذو وينك نيجي سيمن إنسيم وذي رواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلم الناس أما ذي إنسيم ماشي ذي إنسيم أي خطر إنسيم ماشي ذا ذو المسيحية نغذى ذو اليهودية نغذى ذو قيض الديان نظر مرة تقدر يتنكمل تقدر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وميقاش بذي يمن يمن وميقاش بذي كشم أذي يكفر أذي يكفر الجنة أتوي الحقيس الجهنم أتوي الحقيس ذا شم كشين غي عبدي مؤمن ماذا قلت قف دي وانتك ستدي جهنم يومن يسيك إشهد لا إله إلا محمد رسول الله أقي أكثر في حد توفيط ثر في حد كلش الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا لأن يهدينا الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم يوني عبد ماذا قلت يهدثي دربي سيك تهدر ذاس تقصد سينا ثريت ودى لا إله إلا محمد رسول الله خير قوان سيدي شرقية تجحش ماذا قل لي غير التانية مثلا إذن إنسي ماني وا إذوينك نين إيه ويجذينك ويجذارا أما ذي إيشي أكل فوسي وتصدون رام ونتصدارا وتصدارا جذين سن الغاري كذا الوجن إذن الوجن إذن سيم الوجن إذن عبد مؤمن سبحان الله المسلم من سلم الناس من لسانه ويده سبحان الله المسلم يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إنسي ما فوق ما سينسي ما ذي حرام إذا مني ستكترا وتخبش ذرا وتجرح ذرا وتنقذرا وصدر المال تعميض وصخدم ذات خزب إذا ستويض أنشتقي مرة أكو ومقفو ذرا ينا أما ذي نسيم أما مشي ذي نسيم وإذا قرر استخدم التخزفيت يخرج أكو ذي العرض وعرضه وتكتر ذي العرض وتكتر ذي الحرمين أخطر العرض ذي العرض والحرمين ذي الحرمين الله أكبر التغيية مثل أنشتيجي يغدي قبو شبيحنا نفين صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنديش قاية ضربين بشضر بيغ الأمين أكنا نظر باللي فإذا ما نزال أنفرح سوين تظلان أنفرح أنشمجيج ذي خمر بذات مثل إنما المؤمنون إخوة أكيد يقارس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن لقد مسفهم في يوثي حاجة لقد مسفهم بلي ونخدم رأي ندير أكن نسرع وذما ونغلقه فلان نقار لا إله إلا محمد رسول الله ونقار الله ونسول له الله أكبر على القبلة ولي لقارنا نخدم رأي ندير أمان يموين أمان الجيران أمان يوياد النظر كيجي غير مثل والسري حرام حاشين كثير يشتم سيدي ربي غير تشض حاشين يقدر يكتب سيدي ربي غير تعيش اذا اين قد مره ما خلف نشتكي كامل ديال المضرين هذا الطرف ماذا قلت قد الى الغير نظن خشف هذا الهدر شنو الحرام بعد رحنا الزلن شنو الحرام بعد رحنا رحنا الحجن سيدي من الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا ان من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قال يا رسول الله وان شيء يسير قال وان قاضب من اراك اني شوينك نغادي وينك نيل غير نظن في ديو في دي حلي في دي حلي استدار بس نظارينو انت ما تشي انت وريك حلنا اللي كي حرم سيدي ربي دي جنه كتحضر جهنم يا رسول الله الناس ما حاجه خاص الحاجه كذا مش تحضر ساره غزير اللي شو لو قاضب من ارك ماذا قال ذاك الشضن ايش نخدمك ايش نخدمك نسيوك كان يتمثل باش انا انظر لافدني ونفرح نكون نقرص شي حرش حرش ما لي لا لافدي حلدي يخدم استخزي بيتي ونقيت مره يخدم قول لي يون السنه قاعد كان مسكين يندي وقرار لصم قدر مني يثيو ثاكن يقول ربي غير درت سوار غير تفاضي نمشي اكثر من 600 مليون دينا يوثيه ذا تم الجهه لكن يندي علينا ومسي يغفى ما فين ندير دي تفاضي الجمع ما قيثورا وقين يذ المرض اذا المرض وقيثورا دي تشوع تشوف مرخاين رثم تفرق غفريد نيك فاكني غفريد ورثم وشوف غفريد خاطر لا لعب دون فيه مرة ما زرني مخرض تفرق دير جمان بتصرحوا لنا وتصرحوا لنا أصلا إذا عدت زر ذكي نفرق ويدي تزر ويدي تفرق دير مسجد لا أولي لقال نفهم أنش تقيا الإسلام يغيث الإسلام يفرع دي الشغية جي الإسلام يفرع دي الشغية جي وينك نغادي حلين أجل الحرام وش قبيرة ربي خرام كري خدم كامل واستقب ولاستقبيرة يؤمن دي بين البوم بان يزات زخي خامس يون دي تو زرار من ما تطرق دكوا صغار واش وزرار اي قنس انستقنع شويه نغدي في كاسي ربي شويه يغيك تمسي ربي الرسول اش بيحصل الله عليه وسلم يقرض اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه ربي رزق يد ثقنا عظيم شويه نسي رزق تبارك ذي وينك نقي رزق داكني كما يثمثل اشحال دي تسوي نطاش خطر دي حرام ثوثيتني مزيره المزيره المذا قر ورفينا رخفون ولكن اشحال دي يقول شويه عافد نسي ربي حق استقنا عن سوين زندبا إهن نثنى ربي يصريثنا ربي قرون سن يصريثنا ربي قخامن سن عاش انتو ذرت العاية أكا جيث مثلا
يوث تمغار تفركات تخدم كذا خلال المسجد تصنّد تصنّد ذي المسجد بعد يقص قصان ربي قدر الأجل ينستموث بعد ولكن أنضين تقيد السحابة أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم المين ذا سكنين يسقسان نغسل سكنين يسقسان مكتسيد يسقسان أن دثلا أن نستموث يا رسول الله لأن إمي المين إليس نضري سيشمو يتخبر مرا أن نس ونفغالا كدنا أقول وسخذي منا رشانة طاس مضغال بعد أفغنا إليس كنتين أسكينس ويروح رميض أسكينس يزول فلاس صلى الله عليه وسلم خطر ماشي تشفرك ماشي تشفح ماشي ذي القوة ماشي ذي القراد ماشي ذي ذري من ماشي ذي الدريان إساتها الدذر سيد ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لأن عفذ يكشمثنا الغرور جعلنا ذا الدين بغير حساب رأى الدين سيد ربي جعلنا ميرسك القصة شبحان أستشفت شبحات أي عفذ أسيقر ذا نظام اللي فيه دين زل الوحي تفرس سوقك إنسي عجب يخذب يخ... بل كهاته ودي تسوق ودي تسوق قرارك ودي المحرمات كامل انسلا الزبانيان جهلا ما غير بعيد عن الجربيج المؤمنين أذذون تقوي ذاك يسنن قبل العقاب بعد ذو غنى الويذون سينا أذذون تقوي ذاك تقوي ذاك يزران بعد ذو غنى الويذ يكون زرار بذوي ذاك يزران يدي مزور هاي شو عقل سبحان الله كان يتمثل الرسول شفيح صلى الله عليه وسلم سان الرحمة بالحيوان يقرد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يند ذي الموحل الستور لنغفيه ذي الحاجة عنكو ده ذي رفلس الرسول صلى الله عليه وسلم يند تدودك في سفر ينوفريد يند بعد أتزيون ترى في قرينه وغجره اللي داي تاقذ إني أنا مكاك سخول عنك تيراقيا إن دين تقديون صحابين يا رسول الله الناس نقول ذي فرخشي دي نكسس ذي فرخيس ذي العش إن سرث سي فرخيس رحمة بها أرث سي فرخيس أرث سي فرخيس إن دين نحن لرئيس فرخيس أثروح تذرك في اللسن ذي جمال السو ذي جمال السوسم إذ دود كان قفريد ينوس ذي المدينة المنورة بعد يفد ينورغم يتعقض إفغات ذي تفافيس موسي زميرارا الزيناس من رأس حابوس زميرارا أشمي دي قوذ وشبيح للنفين صلى الله عليه وسلم يقضد يقرر كان كارغورس يصوب دقارويس إن سرس دقارويس سرس دقارويس أفيد مرنس إمي ثي خزاري ولي ثي تشرو خزار كان يثمثن انتقينيش وثيان ورغم أجيان انتقد يوان من الأنصار الناس إنو يا رسول الله إنسا ديتش كيف لك تنغيط السلاز وتعبد في اللساطاس إنسا الصح يا رسول الله إنس حذر ثمان نون إذ قوي يون ديفك سيد ربيان غارف السنون أرحم الخلق بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم ورش ونسان الرحمة ذي العباد غفل عباد أكثر من في محمد صلى الله عليه وسلم وما دون مكثي المولد النبوي الشريف أدون مكثي دائما المولد المكارم الأخلاق ثلور تصرف أسني ثلور تصرف جا وش مش اللي جربوه زي ما كنت عاجزة كني غص نخدم ولا نشتري ثي ناس يسوقون داروينا ثانوي ولا تمسكت إلا واحد ولكن ما نخزر نكوني المولد النبوي الشريف أثنى خزرش المولد الأخلاق المولد المولد تموسني المولد المولد تذت المولد اللحية المولد الفعيل العاية المولد الأصلح ولكن أن أخرك فينك حرم سيد ربي أن جدد العهد إقرغ سيد ربي إقرغ النبي صلى الله عليه وسلم أسمعك هجر الرسول صلى الله عليه وسلم غير الطائف أقفل الهجرة إنوان يعني أثني يفخر يذي سيس باش دكشمن باش أذث عيونا ذي داوة الدعوة ذي رسالة ذي فكاسي ذي ربي ولكن للأسف الشديد ومشيت سيريث العالم ذي دارن والدعنس ذي قردنسن أرجمنتي تجرحنا كوي ذار رنيس جرحنا خدمنا سيدي يوث الخدمة وتسارنا السنين كوى الرسول صلى الله عليه وسلم يتساركو تسقسث الزوجين عائشة رضي الله عنه وأرضها هذه المدينة لثني سيا رسول الله دشو ثواسيفيا يفتش فيض مراكو ذي ثوذرتينك إنيس دي سميد دي سوف غلقو من ذي مكان إنيس أرني ثيريث ذي طائف إنيس دي نزمي غادشو أسميني في دارنا كنيا أما يقول ضد الرسول صلى الله عليه وسلم كان جرح نظار نيس نتاد زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول ضد القرن الثعالب اليوم كلمة قرن الثعالب بعد يرفضي فاسنيس صلى الله عليه وسلم إذا عار سيدي ربي خطب ضعيف وش ميقز ما لاتي خذب ولكن وسقرارين كذا ضعيف تزمر ذات سيدي القوة تسألت قوي سيدي سيد ربي أبي لي نعرف ذلك كني فغيلة أش مدي قار سيدي ربي قواليس وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلبني القلبون ولا شو يجي جهد من فرعون يقول ثد ربي ذي ماسل ذي ماسل البحر وش يجي جان أم النمرودة يقول ثد سيدي ربي ذي ماسل جان ما خلا وين يجي جهد من صفطري مرة أكو أما ذوي ذي قعدان أما ذوي ذي لنا أما ذوي ذي الدون وتشفغنا لك غروين العالي وسيعلم قد وسيعلم وسي مع له ساء المستقبل القريب إنك أتزرني من سن الظلام أروان دغال فغن ذلك كذي لوقات الدنيا ثير ما يفنى العمر الدنيا القانون ربوتش دايره الظالم حشغلو يا غير
ليا يفدي فسني صغار غرس إن يسأل اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي بلا من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بغضبك أو يحل بسخطك. لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. إذ عام الدعاء الشريف سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى نسيني فغوني ضروي ذي مدى متغضي في ظرف اليوم ويثقال المعنى ذلك. إن قد جبريل عليه السلام فد جبريل قال لك ان درقاي النساء رسول الله انس وجي ملك الجبال وجد ملك ملك ذولا ان تقدر واش النساء رسول الله انس ما يعجبك وجي دخل ملك انس لا اطبقت عليهم الاخشبين لو شئت لا اطبقت عليهم الاخشبين سيني دور لك السبل لو فلسات نرويه شيث ثوروي شيثنا اهسني فكيث الله اسني رفكيث انس لا يا ربي عسى الله ان يبعث من اصلابهم من يوحدك انس لا يا ربي اتكلم كذا من سني قدرك وحدني قدر يشهد لا اله الا محمد رسول الله انس اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. اذا عايز نسل هدايه اذا عايز نهني دي هذور بي انس في ثن غرغرس انس قومي اللهم اهدي قومي ويا افكس العذر شي مخدم التمثالتني انس فانهم لا يعلمون معناه ذا الجهل اللي نخدم لكن سيلين يورونس يخدمني يخسر اه طريج ما تخمي اجمادي يكوري يلعبون لرد الجاهل لا حشمي ازدغيت الجاهل ننادي كار القرية غاكو دي فهمها ماشي كيف كيف رسمها ازمادي خمام العبد غير وانشتاقيا ولكن ماذا قلي فكيك ربي العلم يكسك الحكمة اتاكور كرقو دي لانت في البيرو دي البيرو تخدم من مرة غاكو خدم لنا تخزب ايوالي الفقراء دي المساكين غران مرة ولكن وسن افكار ربي فهم وسن افكار ربي الحكمه وسن نرد شي مقان يحيي وسن نرد شي مقان يحرم بعد سن قريت سيد ربي. وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. كرقون تبنى في حرم يخي وخميس ولكن العبدون فيه ما راحش سن يد تسكن خساره انس اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. سبحان الله اذ وقن يدوش في حنن فيهم صلى الله عليه وسلم يقرد إند بعد أكنيع إس إكذا أكنيع في جبريل عليه السلام يقول إني درقاين سبحان الذي سماك الرؤوف الرحيم سبحان سيد ربي إنك سمان الرؤوف الرحيم إيشون الرحمن كيف كسيد ربي غروي جبريل عليه السلام أكنيع ذا الرسول صلى الله عليه وسلم إند الأنبياء ذا الرسول إلى مرة أقفي إفكاز ضرب يوث الدعوة يوث دعوة يقفي سنتيد وين يدعان غف القميس هيكنا كل أقوى من سن سيدنا نوح سيدنا أود سيدنا لوط سيدنا سيدنا شعيب مرة أكو هيكنا أقوى من سن إن سعان يون الدعاء أسن تدق في سيد ربي ودعانا في الأقوى من سن هيكنتن ولكن إناس نكنا الدعاء إنه إناس نكنا فراث إلى يوم القيامة الشفاعة للأمين الوجين يدن فيهم وش في صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصد آدي قرأ ثجل تاكد وجيل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله مثل 18 وتسارة قرقاز شتين فوف ذي المسكين وين يلحون في اللسن يعتبر ذي المجاهد في سبيل الله إلا دو وين يلحون في وجيل أمكن دي قرأ أنا وكافل اليتيم كهاتين إلا دو وين أري يستكل في نسو وجيل إلا دن كيسا كذي جنث قد كان كيتمثل باش يعني أنظر أنت ما قيه وجيل أشحول ساعة لفافاس شحول ساعة لموينيس نظر ماذا شي تسوين دي كارنين اللاكول ما ساعنا كاريون ساكت بن ما ساعنا كارنين يفارك ثبن ماذا قل ساعنا القشار لسن ماذا قل لكران إثني خص النغاية إلا دوين ليست كالفنيس إلا دن كيسا كذي جنث سبحان الله كان يتمثل إذ وجن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمك كشم غير مكة المكرمة اسمك كشم غير مكة المكرمة ذي هذا والنين سيدي دي السفغن ذي هذا والنين سيدي سيخذ من الضار إقن غانم دوكيس السفغن يفغض ثمورتين نسو ديكرالي ناس الجيرة غار ثمورة مدن ولكن اسمعي يقول غار دوكس قوس ويستماني هذه الهجرة يقول غار غورسن ده شون أمرسي عجبة ديار تصارة ديار تصاريس عشرة لف ذا جون دين يسي كشمار دخل تلاثني فك مرة ولكن انت قد يون دينا دي الصحابة يتفتعلمت إنس السقي يوم الملحمة إنس السقد يغاية تصارة سيا إنس صلى الله عليه وسلم كستستعلمت وينا إنس السقي اليوم يوم المرحمة ماشي اليوم الملحمة إنس ماشي اليوم تصار الراديو غندو إنس دشيت جار ماذا أنت خدمة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إنس ذيك مثلا هذا ميس ذيك مثلا حشين العين أرث خلوا إنس راح اسمح غون وكذا النبي صلى الله عليه وسلم مش اسم قرار مانيش اعداد الاعرابي يروح باش هذا الزر النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ديك الصحابه ينسى كيقيم اي سقسي نيش ديال محمد قالون أديلا محمد يرو يقيم جرسن وثي ولش ويرسل كلام تجبل نقد ذهب نكران يسال ديفان أرمش وهنا نسثن دويه وقينا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يروح في سفر يروح في إذ دون إنس الصحابة الكرام
اكن زياني خف باش زياني خف باش باش اتشن قبريد انتقد يوني نستيم زياس كنيا انتقد ويضا نظن الناس الكافي شيخان الناس الكافي يزول انتقد ويضا نظن الناس الشقوسينو يكاد صلى الله عليه وسلم الناس الكادي جمعنا صغار إساس شعر مثيم ستة تشقون ننسى يا رسول الله نكفيك العمل نكونا ديوين الناس لا الناس سيدة ربيون او يفغار ديزار يعفديس يمخلف فثنا ثنسا في عيفة ذا منسا إذ وقيا إذن فين صلى الله عليه وسلم كان يتمثل يذكر في سيدة ربيون ذي التوراة يذكر في الإنجيل يذكر في غاشي تسوى محان يسميس داخل التوراة الإنجيل محانت يسميس على نية المحانت ولكن إلا أرس قساني إلا وين مزمير لنا أذى ثمحو كي أنا أقيك بالله وقيد النفين صلى الله عليه وسلم ورحمتي يقرض ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وجمينا لكسن غسك يجدونه على صيغة المضارع بلين ودينار وجدوه ولكن يجدونه أي خطر جميع أكاري قميمة يفنى العمر دوني ثم مزاليث ذينا مزاليث التوراة مزاليث الإنجيل يسمنا نفيا صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا يثمثن أخلاقنا نفيا صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا أتخزرض أتويض ذي عذو بلك ذي عذو الدين يثمور قاعذو الدين يثمور قاعذو الإسلام يثمور الغرب ولا ذي نسيمن ذي نغتكس الأخلاق ذي الدين الإسلام ولكن نسلم تسريح نسل تقنى ما قلت كان شاء الذي قارع يعني هرقل تمورثنا الرومي أبو سفيان تمورثنا الروم أسمع نسي فكر وصيفنا النبي صلى الله عليه وسلم إنيس لو كان أذو مزدي فكر كل وصيف يسق إنيس وجد النبي ذي الحق إنيس لو كان أذو ضار غص صفظ غذار نيس إنيس ينام كان يجي في يفسرنا كذارني وحش الدينيس حش قذار في الدين وذر مذدقي كجنة لا مارتين تمرثن فرنسا وجن المفكر تمرثن ساتني كريفان أنسيان كريفان تمرثن فرنسا مخان لا مارتين ليش ولا دي قرخ زرت كان يثبتن أدن هذا كان كفكرنا للعلماء الغرب أشد هدرنا فوش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم أكن ناس أنخذ من كل شيء نسيما أنظر دشو إجلان دخي إن النبي صلى الله عليه وسلم أثني الشين أثنفهم يقرد محمد العالم محمد القائد محمد الخطيب محمد المشرع محمد المحارب قاهر الأعداء الأهواء ولصف العالم وستعرن لا مارتين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يتفكان على الدقار وبالنظر إلى مقاييس العظمة البشرية مرن نخزر المقياس يسأل نقص لبرسوناليتي لعفظ مقارن دي الدنيا هل هناك أعظم من محمد؟ إلا وقل لنا نيك محمد صلى الله عليه وسلم لا مارتين فرنسي في دينان وورقة إلا يون ذاك نزين مقارن جورج برنار شاو ذا شو هذا الدقار ورقة سيئة إلا دلوكان اللي محمد نفينا سيئة إلا ثمسين الدنيا إلا تفرون قبل ذي الصفة في نجال القهوة إلا دلماند إلا يحواج يون العبد يتخمي من تخبى من محمد إلا ثيلا انساس ديوين لابين الدنيا إلا برامش تعين أذي فكو أين ندير هذه فكدي الدنيا مرة إلى يوم قرنس توماس كارليل وجانس سكوتلاندي قلنا ذي الإنجليز ذي الإنجلتر يعدان يخدم يكتف في مقارن الأبطال ذا شو مدينة إنك حمل محمد حمل محمد يعاود أز حمل يا محمد إلى ذا خطر يسعى الصفات ولش والتسعة عندي الدنيا كان يثمثل يند العار ذم قرحان يند ولا يسمح سن السجن ايون اردينين بليان اي قد يقوك يا محمد ولا لا يكتب يند نشتاق ولي جزرة يند خطر الرسالة ينس يند الوقين اذر مصباح دونيتي يهدف كان يهدف كان تفاث يند جونو يزمير هذا في انكار يند ينغ اثان جروف بلك ذي مليون لا ديك شمن غير الاسلام اديك شمن الي يون فيلوزوف تمورثنا الروسي مقارن ليو تولستوي دا شو غادي يقار اركز يقين يغرانا في النبي صلى الله عليه وسلم سمي غادي يحوج يحوج ديوث الحوج غادي يحوج يخدم خطبني ينسى ذي حجة الوداع ولكن دشوم دي قرأ ليو تولستوي والفيلوزوفية تمورث ناروس إنيس حمذكر بشكرك حمذكر بشكرك إميث جذع شغر من السنغ محمد يغال إشهد لا إله إن الله محمد رسول الله يند الشريعة عن محمد يند العالم مرة تكشم يند ورشم كانوا تنكشم وتنكشم رأى أمشي خدم ورقز يقين يموث دان لزاني 1910 يموث يتعلم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعيتن والصغار مرة نقول إجرد يقول يجمع دي قردن أثنى الصغار مرة دي موسكو ألمي ذي سميبوت لوقتني سنقروا مرة إذن قلها إيه كجنا إلى يوم دفرنساوي قناص جوستاف لوبون أم كدينا إن محمد أعظم رجال التاريخ وكثر سادن دم كان كيقول قائما وتفكرك إذا ما ده ضري سبحان الله عشان وتفكر وما زال لا تكشمن الأرث ولا تكشمن ذي العلماء ديش ذي قاضي غران ذي قاضي فهمنا ديش الذي تكشمن
يقدر في بر مسكيث وصلنا لندر كجين أتصح الذي قر ولث يون وب بريطاني كم قال برتران راسل ما قلت كان خشش الذي قرأت مثلا أرجع جيم يس يقود أمبري نوبل أمبري نوبل عام 1950 الذي قر غرقة في الإسلام غرقة في النفيان للإسلام يند ولا غ الإسلام بلين أذيوض وتسجرا عن كان الذي يقال الذي يخشم للموندانتيا هذا الإنسان يمرن أو كذ أذنيوض يند أزرق بلين تعاليم أين ديقوي محمد صلى الله عليه وسلم جدا دي القرآن الكريم يند في اللسان نخدم البحث السجين يند ويسيس هذا نسوي لبري نوبل برتران راسل كان الذي قال إلى يوم ما قالش جان وولف غونغوتي أم خذ أشي دينا يند نو ذا ذي التاريخ يند بشر زرع المثال إدعاءين ذي البش ذي العيفة ذن دوني ثمرة أكو أنا ولد فقط شد يفرن يفرن مرة يند صفاتنا وفقت دي محمد محمد النبي يند نكون ينسلج أوروبيا يند غس يند ديجو ذا العلم نغن ديجو ذا ديجو ندثق التمسنينا يند أون صورة عن أروينا غار ديجوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يند ينوز مرادي الصور يوم دوني ثروين أروين 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 غار يقول أكاد الذي قرأ الذي قرأ أيت مثلا أنشتجينا أنشتجي مرة دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم خطر كنا تدرودا في النبي صلى الله عليه وسلم تفصلت عن ليلة رموسينا ديكتبوا سينا ديغار ولكن نحن نجده لعمر سنك القرية هذا هدرنا نشتاقيا وقيد العالم بلي محمد رسول الله سبحان الله نقيت نابوليون نابوليون بونابارت وقيد يون القائد ذا عسكريون فرنسا وريش وثن سيلاران نابوليون بونابارت إند يهضرت فلاس يهضرت فرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ثليوت العبارة يعني غصت في غير الموضوع عقب ولكن في غير سيدين باش أتنسل باش أذن شوف فلاس خطر العبارة يجن ما شاء تصي سيدي قار اسميك كشم غير مصر اسميك استعمر ثمرت مصر يعاوني في يون الخائن يون الخائن مكنا حالكين حالكين ذينا ذي مصر انسيسي مين فريد الزداخل لم يكشمر ثمورتيش الخائن ذا مصريا ويعاون بونابارت لم يكشمر أسمعك ستاري داخل ذاين خلاص من بعد يروح ومصريني باش هذا سيفك يعني باش هذي جازين في الشغلين كخدمة كنين باش هذي سيفك المكافأة في الشغلين من بعد يعرض سيفك دريمن يروح دار ولكن ذا شون يسينا ينس بونابارت ينس فغيكا مسلم عيدي ينس مسلم عيدي كان يكبركا ينس تقوك تقبي غيره إنسا خطر بشذي ديماسيون الخائن إنسا حشثا قول خدم غرا إذري من الفذا في مانيش أثني ضرورك أين دنظر ذاك تنفك ولكن بشذي ديماسي الخائن جميز مغادة قفية بونابارت خزر كتور دي شالة دي قرأ في الدنان كوني غايث مثل إند يسد موسى سيون المنهج أربان إسرائيل إند ولكن احتكرنت اليهود وثيد فكنا لو كيدونيث حتى كرنت اليهود إند النصارى نغ المسيح إند إند يقود المنهج عيسى عليه السلام يقود المنهج إند ولكن القوم ينصرف ذن تلمس قر إثران ضربي إن هذا شميد يقول أن في محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن هذا يسعر ويسعر أشريك وليون ومدكولي سيكتيرين يعني ذار في قيس قناس إيمانويل دولاس كازاس وقيت غير بونابارت شو هذا يقول إن هذا يكتف داخل كتفتيس بيرسونيل داخل إن هذا يكتف داخل كتفتيس أحب الإسلام وسأدخل الإسلام حمل الإسلام ودخش مغى الإسلام ولكن الرومي دي العدن سن أرمي ذا القرن جي قعدنا كم مرزر نرجز يفرر دي ديك شمال الإسلام أسجن القرار قبل ديك شمال الإسلام من بعد كان دس كان يسمح وفند بونابارت يموت انتوكسيكي على الأرسنيك خمناس ثخزفيث وسعدت ولكن نند بلي ذين شي مقموث نابوليون بونابارت قرد يون وغليزين قال السير ويليام وير دي كتفتيش كتاب محمد إند محمد إند سوى الناس دي ثمورتيش الأمين أخطر جميعا صفتي لهان مرة دوكرتاش إند أوزميرا دي سوى العفذة دي وصف الوصف أوزميرا دي وصف دي صفتي لهان إكسا إن في محمد صلى الله عليه وسلم إند ذنسان قلان في طليعة الرسل ومفكر العالم إند وشو دي كان ليس وجين ذا أمريكاني يقارن جيمس ألبير ميشنر ذا شو دي قارو أرجز جين ستان بروفيسور على اليونيفرسيتي كولورادو أم كان دي قار إند الإسلام إند أتصي الإسلام أتصي سيقارن دي ثمورتن الغرب بلين الإسلام ينتشر السيف إند ينتشر السيف إند ينتشر العلم ينتشر المسلمين إند الدليل القرآن الكريم الذي قر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إند ولش العالم يجزم الذي قبل ثم ستجيب لي ينتشر السيف سبحان الله التغيير مثلا أكيد يقر توماس أرنولد يون داغنيزيا يقرد بلي ويشهد التاريخ بلي يكشمد يون بالسيف على الإسلام ويكشمد وذقليت شو كسر الحق يسوي كسر أيون الذي نشيم شو كسر الحق
مرتنا إسال الحرية الاعتقاد وذي ذي قمسي حقس أنصرني هذا قمسي حقس أما جوس هذا قمسي حقس ولن يعني مقارن حقوق الإنسان ويتصوره كن صوره ولكن بشر ذي أذي إنسيم أذي تعدين أذي تعدين فين ولا ذي إنسيم ولجزر ذي الإسلام مقفوية ذي الإسلام كم ثقنيزي ثقين مقارن اسمه ثلاثة من ثقين مقارن سيجريد أنكي ذن كملكات الصفر مش يطح معيش يقارد ذا شو مدنا ثند إزرع إن فيه وش فيه صلى الله عليه وسلم باللي ثمتوث أتعيش غير ورجاج المصير نس غير ورجاج إن ذا نشتقين يفيد سيدي تسامر باللي أتتحجب باللي أتقيم ذي الحرمين نس أتقيم ذي النفيس ثند قيد الإنسانية البشرية اللي ما نتمرنوك هذا سيسين الرحقيس إن في محمد صلى الله عليه وسلم إدي جند الشريعة نس استوصوا بالنساء خيرا يقرد النساء شقائق الرجال والصيف أين العيغة في يوين كجنا إذن الحرمة 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 ذيك في الدرس والسنة اللي فيه وشفيح صلى الله عليه وسلم هذا نختم كان هذا نختم في رجز جيم يمي قرن دكتور جيفري لونغ ذا رجز ذيون بروفيسور أمريكاني ومزاريتي لان أتذكر بسخر يصغري دي لونيفرسيتي ان كونساس ويصغري دي لونيفرسيتي لا كاليفورنيا يكتب دي جي دخل دي كتاب فيس اسمي ديك شمغ الاسلام اني كرف حقد محمد وخسر غار المسيح اشتفاد اني كرف حقد محمد اني دو خسر غار المسيح وما يتظلى ما يتظلى كدروح المسجد ما يتظلى لي الدعاء الدعاء انسب كي يكتب دي خمس داخل اني يا ربي ماذا قال في الزريد بلي ادياس واس يعرف فونغ في الاسلام قفض روحي وغرق هذا يتجذر هذا يتجذر أذفرغ أذفرغ واسمارتين غف الإسلام ماذا قال الله الزريد أذفرغ أديس الوقت أذفرغ غف الإسلام أذكفر أذكفر وغرق هذا يتجذ أهلكي يوم وقفية السنة وزمير غالا أذصبر ولا يبواس وتسمن غريسك إذ واقع أي مثل الذي قال جيفري لونغ إذن ما حوجنا نشتكي فهمناك ومرناك ذي الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تظل ثيك نتظل ثيك وأري عجبني غاشي نغم ذا قلت الشعائر الدين ماذا قلنا نخدمي ثن ولكن ما رنفق ذي المسجد ما نهدر ثي ذي من شهدة شهدة الزور من ذقرى الوالدين من قرز الجيران ماذا قلنا نسكي ديفرا من شهدة شهدة الزور ماذا قلنا نشارى الجيران حمينا ونشارى ذي ثيسا ماذا قالوا نخذي على ماذا قالوا نكير على ماذا قالوا ونسعيش على ذي حرام ذا نشتكي أرغد يوين اللي عايق تذكر نسي خير مثلا ما أحوجنا غير واشتكي خطر ذا يقف قد يقرص إذا ربي وريس يقرض لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أرنفين صلى الله عليه وسلم على دوام الصفات الهام وتتسوي مرن إلى أسلوب الحصر والقصر ذا يقرض لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولش كنت نظن ألف عندم عندث كان غير نفين وشفيح صلى الله عليه وسلم كان غير مثلا سيد ربي وشفيح وريس عزيز الذي قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من ظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ما دين النور ذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب المبين ذا القرآن يخلق جاءكم من الله نور يعني ذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين ذا القرآن الكريم ذا شك خدم النور النور يسكن يدفريد ذكاء الذي قال ذكاء الذي قال يخرج ويخرجه من ظلمات إلى النور النور يشوفه ضد الطيام الطيام غير تفاته يتسوي الوفريد للمستقيم إذن النور إسكنيد أفريد أفريد قرأت عديد ولكن ماذا قال ثقمش ضال نيكشين غفية جين ثقمش ضال غفر أفنفي صلى الله عليه وسلم أما كان ثقمش ضال نيك الصح أهل ترى شوية أفريد والله 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 الذي لا إله غيره أو نقمش نال نسف نفي صلى الله عليه وسلم أرضي عيش الطيام طول حياتي سردة سيعيش سبحان الخالق كان يتمثل أنت ترى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد ربنا أين دين سيد ربنا دين النبي صلى الله عليه وسلم أنا عيش خام النغيس أنا عيش ذي غرور النغيس أن أثن طبخ غفي منه يقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وكنت ساعة سيفر سيد ربنا دم إلا النبي صلى الله عليه وسلم يذون ذي الوقت نذ الصحي لا رسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة الكرام ما دم إلا غرور سنة ساعة سيفر ولكن أبعد من هذا قد قال العلماء التفسير إنك مريلين غير تصرف بيمي ذي تصرف قوار ونغيلا ذي ثم عيشت نغيلا ذي السوق نغيلا ما نكشمي الله ما ذي قلن فغيلا أين فغو التصرف هذا المعاملة نمر نك نقرد النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو ما يعقب أخسي ذي ربي ما يعتش أخسي ذي ربي خطر أين يغدي يسان مرة وين ندير تفغان فغي وفريدينس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير خرب وين هين فغي وفريد مرة أكو أنا عقب لي تفغان أين غيوغن مرة أكو تفغان فغي وفريدينس إذا ربي مدامود وغير غير غرس مكانتي جدر فلانا كجان يتمثل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.